مساء الأنوار، مساء الفل على الناس الكل. مرحبا بكم، تسمعوا كالعادة موضوعنا، دونك كالعادة برنامجنا من جديد يتجدد كل نهار اثنين وثلاث من ثمانية حتى العشرة متاع الليل، تلت ساعتين كاملين باش ترافقكم سونيا جبالي كوتي ميكرو، أكيد معايا الفريق التقني الكامل كالعادة، أحمد المخلوفي كوتي تكنيك، دونك مخرجنا المايسترو اللي باش يمتعنا كالعادة بدخلاته وخرجاته، دونك ومحمد سيف الدين بولعريس الكوتي الديجيتال اللي باش يحاول يحفظ لنا على الفيديوهات والتصاور اللي باش تلقاوهم على الباج الفيسبوك نتاعنا الاسباس الحياه تفهم، والا على الشين يوتيوب نتاعنا كيف كيف الحياه تفهم، وزاد الانستغرام يا سيدي الانستغرام الحياه تفهم. هذا هو جديدنا، واكيد كل مره نتجدد الموعد معاكم اكيد موضوع جديد باش نحكيو فيه باش نطرقوا له ونحاولوا في برنامجنا نحكيو على الزوايا المختلف، الزوايا اللي طرح الموضوع هذايا نحاولوا نفهم ونحاولوا نتدقوا في تفاصيله على شلية في آخر حلقتنا خاصة من الجانب القانوني نعطيكم الحلول. دونك مرحبا بالناس الكل، انتم تسمعوا فينا وين ما كنتم تسمعوا في برنامجنا نحكي، واكيد معانا كامل الفريق، ولكن اليوم يتغيب واحد من الفريق ويجينا يعوضوا اكيد حد آخر اللي هو بالنسبة لنا احنا ضيف عزيز علينا اللي ان شاء الله اليوم باش تكون حصتنا ممتعة معاه ولأول مرة حصريا على الحياة فين باش تكون معانا كرونيكور سوار بن حميدة. مرحبا سونيا، عسلامة رانيم وعسلامة نجلة، وتحية كبيرة للناس تسمع فينا الكل على 93. نحيي زادة سيف، كما قلت انت قلت كلمة مهمة برشا، باش يحاول يأمن لكم الفيديوهات ان شاء الله ان شاء الله المحاولة تكون ناجحة هذه شوية شر هذه الدخلة سبيسيال سيف. تحية زادة لأحمد المخلوفي، وتحية للناس تسمع فينا، ان شاء الله نكون خفيف الظل عليهم، خاصة أول مرة نجي في الليل وعنا برشا ما تلميناش في بلاتو أنا وانتي ونجلة، أول مرة مع راني. فوالا، دونك اليوم بلاتو استثنائي، دونك نسائي 100%، فوالا افيكتيفمون 100% مع هذا الجانب التقني. نحكيو احنا دونك يلزمكم تشوفوا واش قاعد يصير في البلاتو، قد ما باش نوصف لكم مش تفهموني. دونك سايف نحترموا الجانب الذكوري، نحن نحكيو على لي كرونيكور، فوالا الميكرو، اليوم كوتي ميكرو، دونك ميكروات، دونك أصوات نسائية بامتياز. اللي بالنسبة للجانب التقني ذكوري أم إناث ذاك موضوع آخر نتناولوه في حصة أخرى، لكن اليوم بالنسبة لنا احنا أصوات نسائية 100%، دونك يتغيب محمد قصاوي، دونك شكرا فاهم على الأخر سيد أحمد مخلوفي، دونك إن شاء الله محمد قصاوي يقوم لاباس، دونك جيت وعكا صحية، دونك إن شاء الله ربي يحميه وربي يشفيه. دونك رنوش كالعادة والعواد أيقونة الحياة، لا أحتاج حمصا لا أحتاج فول، كل ما أريد ديك اسمها عند أحمد راني مليك أنت، شوف نجم شوف شو تجاوب نتفهموا من بعد عمي. صحيح، هذه احسن اجابه، فوالا انا معاك من بعد في المفاهمه، جيبني معاك. انا نقول لك غني له اغنيه كان عمري 20 انديالو ولا غنيه له. بونسوار مدام سونيا، بونسوار لكل مستمعين الحياة اف ام. اليوم باش نعوض محمد القصراوي، ان شاء الله يكونوا بخير يا ربي يرجع لكم الحصة القادمة، باش نقرا سلام نتاعو اليوم، هاكا كوكتيل بين القلم نتاعي وقلم القصراوي، ان شاء الله يعجبكم. حاجه ميكس من بعد نسمعوها اكيد حاجه تم 60 كيف، دونك ناكدوا محمد قصراوي باش ما يتغشش، راه وقع تحيين وتصليح وإضافة الكثير والكثير في السلام نتاع محمد قصراوي، دونك هي حابة تحط توش بيرسونيل نتاعها، هذه حاجة مسموحة حاجة عادية على الأخر، دونك عرفت ميكست شوية هكا وشوية هكا. نجنج كالعادة والعوايد، نجلة فجالي ترافقني أكيد لساعتين كاملين، مرحبا بك نجلة. مرحبا سونيا، مرحبا سوار، مرحبا رنوش، مرحبا الأولاد، مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل، إن شاء الله كالعادة نقدموا لهم الإفادة ويتفاعلوا معنا ويعجبهم موضوعنا الليلة. إن شاء الله، دونك إفكتيفمون هذايا هو دونك الجو نتاعنا.
تاعنا حطيناكم شويه في الاطار كل عاده موجات ايجابيه ضحكه تفديك. هذاك هو جو العائلي نتاع الحياه فهم، نحن عائله وان شاء الله اللي نحسوا فيه واللي نحكيوا فيه اكيد يوصل لكم ويوصل لكم بالطريقه اللي نحن نحبوا عليها، وان شاء الله ديما سادة المستمعين يكونوا راضين على مواضيعنا راضين على ادائنا. واذا اي واحد فيكم يحس اللي هو فما نجم يكون فما برشا اضافه علاش لا نحسنوا، نحن هذايا هو شعارنا دوك ديما نطوروا من رواحنا. دوك تنجموا تكلمونا على 70 035 120 مدام سوسن القفصي دونك في استقبال مكالماتكم الهاتفيه، تحيه لها دونك بالمناسبه تحيه لها. فوالا دوك العاده والعواد نلتقوا مباشره في فقرتنا اعطيني وذنك مع رنيم. اعطيني وذنك. الايام بين الماضي والحاضر ينفع فيها كانت نهيدة وخزرة بعين بعيدة، نتفكر كانوا وجوهنا السعيدة، ما والبارح في الصالة قاعدين ومع العيلة ملمومين، شنو واش قال عليك راس عام حفيلي وجو استنبالي، ايا ايجا نعمل بيك خزرة التالي، اك القاعدة الزمنية مع طرح كارتة وقهيوة في السهرية وكعيبة مقروض قروية وحس صغار مالي الوسطية، هو غميضة وبعد شق شق، هيا قول الحق. كلمة الحق تتقال، أيامات صغري نتفكرها كلمة بين قبل وتوا، مش كيف جار ما يعرف الجار وقبل، كنا نتقاسموا مشاكلنا توا كل واحد وخن نارو، توا ولينا كل حد في بيت مسكر على روحه وحاط كيت ومتسكنتي في سيت يتفرج في فيلم يقفل به السهرية. الحق أيامات بقات مواجع، نتفكر خبزة القطول اللي ترشمت عليها من الحسين الصويبة، نتمنى ترجع ايامات زمان، حسيت روحي كل عروي وكان يا مكان. برافو. فريمون رنيم ستار ربي محمد قصراوي توا راهو يغني يلا مع البلاس او شي او شي او بعث ميساج قالها لي جايبه بسمع رنيم خايفه على بلاس. دونك هذه هي فقرتنا اعطيني وذك مع رنيم. أعطيني وذنك. أبدعتي دونك أبدعتي، شكرا لك على المجهود الجبار اللي عملته، راهي ذي الكل اللي عملته رنيم راهي في دقيقة 90 أولا بعد شقاء متاع نهار كامل راهو رنيم تم بعد تحكي لكم فين كانت وش عملت وش صار اليوم في ولاية القيروان، حاجة ممتازة على الأخر. دونك نحن عرفتك اللي من كيفاش متبقى الباب النار، كيفاش متبقى البيت النار ولا هذاك هو دونك جبنا اي لطف عليها. دونك مي جوست مثالك هاو معناها على حبينا جوست نفسروا المجهود اللي بذلته رنيم. دونك برافو برافو. كيف كيف زاد محمد قصراوي ما ننسالوش حقه، دونك كيف كيف زاد هو يعطيه الف صحه. تحب تقول حاجه محمد؟ اي نحب نقول حاجه راهو ستيل محمد هذي فوالا، وفي زادك جمل نتاعو هو يعني هذي خدمتي وخدمته فوالا. لا حاجه ممتازه على الاخر معناها باهي مبادرات كيف ما هكا تعطيك برشا افكار نتاع حاجات معينه. ما احنا الميكساج معناها اليوم لعبتوا ميكس انت محمد باهي تري بيان فوالا ايفيكتيفمون. وبهكا سيد المستمعين يسمعوا فينا نوصلوا لنكتشفوا موضوع حصتنا اليوم باش نحكيوا على الاحتفالات بين الماضي والحاضر، وفي بيان سور سلام نتاع محمد ورنيم حكيوا على راس السنه الميلاديه ايفيكتيفمون. دونك هذا هو كيفاش كنا نحتفلوا براس العام، كيفاش كان جاونا، كيفاش كانت لمتنا، شنو كنا نحضروا، شكون كنا نعملوا. واليوم ايفيكتيفمون تغيرت فينا برشا حاجات، اليوم العالم كله تغير، تغيرت تركيبه الاسره، تغيرت اليات والاساليب التربويه، فتغيرت حتى طريقه احتفالاتنا، طريقه لمتنا، تغيرت فينا برشا حاجات. اليوم كيف ما قالت قبيله رنيم في سلامها دونك وجيعه ما بين الماضي وما بين الحاضر، وجيعه هذه بتتخن فسرها على خاطر فما شكون يحن للماضي وماذا به يرجع كيف الماضي، ولكن نعرفوا اللي هو اليوم صعيب برشا باش ترجع كيف ما قبل، ولكن بالموجود تنجم تصنع حاجات جديده اللي تمشي مع الميولات نتاعك وتمشي مع خاصه انتظاراتك انت من الاحتفالات، شنو تحب تعمل، شنو تحب تضيف، شنو تحب تنقص. انا نقول لهم كل عام وقسموا هذا اولا، وزاد كل عام وانت شنو الحاجات اللي الاخطاء بتدخل تداركم في العام اللي بعده، كل انفونتير تاع اخر العام
هكيك زادة في مخاخنا في حياتنا إفكتيفمون. عملية تقييمية نروحك عام كامل نعاود نسألوا رواحنا أهم سؤال، أنا العام هذية شعملت فيه، كيفاش استغليت، وشنو الإضافة اللي زادت لي، وشنو نستنى من العام جديد. مهم جدا نحط رواحنا قدام المراية ونعمل مصالحة ذاتية مع رواحنا ونكشفوا شنو الحاجات الخايبة بتتخي ماذا بينا ما نعاودوش نعيشوهم، التجارب اللي ماذا بينا ما عادش نتحطوا قدامهم، وشنو العبر خاصة اللي صار استخلاصهم من التجارب بتتخي اللي ما نشرضين عليهم 100%، باش هكا من خلال الخلاصة هذيك تنجم تقدم القدام ونعملوا ما يسمى بلان داكسيون، نحاولوا من هنا القدام نظرة مستقبلية أهداف تتغان فيكسيوهم مع رواحنا باش نشوفوا شنو نجموا نعملوا من هنا القدام. هذا الكل دوك نجلة كيفاش نجموا نعبروا عليه اليوم. اليوم الموضوع متاعنا كما انت قلت وكما كنت تشرح الاحتفالات برأس السنة الميلادية ما بين الماضي وما بين الحاضر، ما بين صغرنا وما بين احنا توا، وكيفاش تغير، شنو اللي تبدل، شنو المفروض نعمله اللي انت قلته توا، المحاسبة واللي احنا نحكيه. خاصة أكثر جملة عجبتني في اللي قلتها، اللي العبد داخل في مقارنة مع روحه. أنا شنو وين نحب نكون، شنو اللي باش يتصلح في أحسن حاجة. مش داخل في كونكورنس مع الغير، مش داخل في 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 حوار وفي مجارات وفي مقارنات مع الغير. هذه اللي نورمالمو يكون، وذي اللي راه أنا كان في الماضي. خاطر الحاضر متاعنا مع مواد التواصل الاجتماعي توا المواقع هذيا بمختلف انواعها واللي فيها برشا حديث على الحياة وعلى توصيل الاحتفالات وغيرها، وكل حد يوري وكل حد يصور وكل حد ينقل وكل حد يروج ويشهر ويعمل فيهم الكل، واللينا داخلين في نوع من المقارنة مع الآخر. سينا رواحنا شكون يطيح على شكون، صحيت سينا رواحنا وسينا اللي هو وقعنا، واللي مش مقارنة، هي كاينة ولت منافسة، أما منافسة اللي ما عندك فيها حتى إضافة في فاند كونت، ونعرفوا نحن المنافسة متاع باش تحسن من حاجة معينة ولا باش توصل حاجة معينة، لكن هذه منافسة ما فيها حتى هدف وراء، داخل في صراع ما هوش ربحي. فوالا تخسر في طاقة وتخسر في مجهود وتتقوى وتحب تخلق إمكانيات باش توصل. علاش قلت لك هي مقارنة موصلة للصراع هذا باش توصل لك الصورة اللي وصلت لك، واضح هذه هي الخايب. إفكتيفمون سوار أمتعينا باهي. مانيش نبعد برشا على الإسلام اللي سمعته الحقيقة، يعطيك الصحة رانيم وتحية لمحمد. هي الحقيقة الاحتفالات تبدلت برشا وفي علاقة زادة بالعام الجديد، ما فيها بيس حتى الناس اللي يسمعوا فينا يعملوا هكا قراءة نقدية للعام كيفاش تعدى، ما ركزوش برشا على الحاجات الخايبة اللي تعدى. يا أخي يمشي حل كتاب على الروح، شبي أحمد ناشط الليلة؟ لا كل الديوان، لا هو الحمد لله كل الليلة نعفو صباح زادة ناشط كل الليلة ناشط على الأخر، يبدأ صباح كي يخدم ماتينال تبارك الله. كما قلت معناها نحاولوا ما نركزوش برشا، زيد نشط شمر لك رد بالك شمرت على هديك. نحاولوا ما نركزوش برشا مع الحاجات الخايبه، نركزوا مع الحاجات الباهيه، وكذا اذا كان عندنا اخطاء عملناها ما فيها باس نحاولوا نصلحوهم في العام الجديد. وكما قلت انت نتعاملوا شنو 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 تنجم تكون انواع الاخطاء اللي عملناهم مثلا؟ نحن اليوم بتتخ موضوعنا يرتكز أكثر على الاحتفالات، رؤيتنا للاحتفالات ما بين الماضي والحاضر، نجم تكون زادة أخطاء في الاحتفالات صارت مثلا تكون. شنو نجم تكون مثلا سوا؟ نجم تكون مثلا صارت لك حاجة باهية في حياتك مناسبة باهية وما احتفلتش بها كما يلزم، ما بروفيت ما خديتش معناتها ما استغلتش الوقت باش تفرح، على خاطر احنا ساعات كي تصير لنا فرحه في حياتنا ما ناخذوش فيها برشا وقت، نتعداو لنا السق العادي نتاع حياتنا. دونك نتصور نحاولوا اذا كان عندنا حاجات تفرحنا في حياتنا نزيدوا نستغلوا فيهم وقتنا، مهما كانت راه مانيش نحكيوا على احتفالات نتاع معناها حاجه مكلفه برشا. نجم تكون حتى قاعده هكا لما قهوه حاجه احتفال بمناسبه بذكرى بحاجه صارت في حياتنا باش نحتفلوا بها، دونك نحاولوا نستغلوا. وصلت لميت فلوس وشيت حاجه اللي نحب عليها ما نحتفلش مثلا، عملت حاجه بروغراميت باش نعملها عام سنه وموفي العام وين عملتها، كيما نعرف شكون قاعد يعدي في البيرمي ان شاء الله يا ربي يخدم ان شاء الله يا رب اربع مرات
ان شاء الله تاخذوا قبل العام الجديد. يسمع فينا هو مستمع وفي الإذاعة الحياة فين يسمع في البرنامج نتاعك بالعمل اللي كوم تاعو في الميكرو صوته خرج من وفي للحصه نتاعنا. دونك ان شاء الله ربي يوصلوا للاهداف اللي هو حاططها دونك قبل نهايه العام, وحتى كان لا قدر الله ما خلطش أكيد. وحتى كان مش حاط اهداف خاطرنا نشك فما اهداف معناها كنا محمد وراني تولينا سوار وسيف ما وراء ما وراء لا انا ما قلتش سيف سونيا مش سيف اسمه سيف هو المستمع الوحيد. نرجع نحكي لك سونيا شويه على الاحتفالات. انه يظهر لي الناس الكل اجمعوا انه الاحتفال في تونس فقد القيمه نتاعو بدا بشويه بشويه, حتى في علاقه بالاحتفال براس العام بدينا نفقدوا شويه, واحنا حكينا في الاوف بكري على الاحتفال كانت فما ريحه نتاع راس العام, فما ريحه نتاع برشا مناسبات خاصه المناسبات الدينيه للاسف في تونس كنا قبل تبدا ريحتها نفايحه قبل بشهر وشهرين نبداو نستنى العطله هذه. نتصور معناتها حتى الصغار كانت عندها رمزيه اكثر اكيد, سورتو موضوعنا نتاع البارح اللي تطرقنا له اللي هو كيفاش العطله اليوم وقع استثمارها للمراجعه للتلاميذ في المستوى الابتدائي فيكتيمون راجعين بعد العطله باش يعدي, ودوك بالنسبه لهم ما عندهمش عطله بالنسبه لي باش يخليه كي يرجع في سلوك مضطرب, باش يرجع هايج متقلق عازف عن الدراسه, وحتى الامتحانات زاد نتصور اللي فما باش تكون مش ما نحبش من توا انا نعطي معناها نعطي موجات سلبيه, ولكن مش باش تكون في احسن الاحوال نتاعها كيف ما مستنسين, باش ما نكون نستعملوش كلمات اخرى سلبيه. دونك ان شاء الله ربي ينجح الناس الكل, ولكن هذيا في سياق نتاع قلنا معناها الاحتفالات خاطر راهو حتى صغير بعد انجاز نتاع ثلاثي كامل الكامل يعدي ويخرج عطله هو بالنسبه لي هو احتفال وما لقاش وقت باش يحتفل افكتيفمون. دونك بالنسبه لي هو احتفال في حد ذاته, لو فيت باش يخرج عطله راهو باش يعمل فيها حاجات اللي هو يحبهم اللي تفرحوا اللي بتتخ معناها وخرهم للعطله على خاطر بحكم كونه يقرا ما لقاش الوقت تدخل في ضاب باش يحتفل بحاجات معينه. فما شكون يبدا عيد ميلاده معناها اول الشهر يبريفير يوخروا في العطله باش يقول لك انا نتلم مع دارنا ونقعد مع احبابي واصحابي باش مثلا باش نحتفل حتى بعيد ميلاد. دونك اليوم تغيرت النظرة للاحتفال اي لي طريقة الاحتفال زادا كيف تغيرت, هذا ايش قالت لنا قبيلة مدام نجلة. دونك قالت لك اليوم العالم الافتراضي فرض علينا نوعية معينة من الاحتفال والتباهي بالاحتفال, ولكن مانيش قاعدين نعيشوا الاحتفال في حد ذاته ما غير معنى يعني طريقة الاحتفال تبدلت ولات شكلية تصوير على الفيسبوك وستوري على انستغرام أكثر من كونه دوك تحط طاولة تزينها تحط عليها الماكلة طيب ثلاثة أربعة عنوان جوست بخاطر باش تاخذ تصويرها وكهو من بعد الماكلة هذيك تتاكل وإلا لا بنينة وإلا لا مش مهم افكتيفمون بقدر ما هو مهم الصورة اللي باش تهبط على مواقع التواصل الاجتماعي. رنوش رايك في الحكاية؟ يظهر لي حكيت ووفيت وانا باش نعمل اضافة كالعادة. نحب نقول حاجة للعباد اللي يراو كل عام احنا نزيدوه ينقص من عمرنا. صحيح. يعني من غير انتي 2022 عملت فيه برشا اغلاط خذهم كدرس وكمل طريقك. 2023 بديها بالتفاؤل ما تبدأهش بنكد. وانا راس العام ياسر يمسني على خاطر هو في الانيفرسير متاع بابا الله يرحمه. فكنا نحتفلوا يعني كل راس عائلة. عام نتلم ومنها راس عام من عيد ميلاد من عيد ميلاد بابا. صحيح ما بقاتش نفس الحكاية مش نفس الجو, اما ميسالش نحب نقول لامي ما نصور ربي فضل اللي مازال عايش. ربي فضل اللي مازال عايش واكيد هي تسمع فيا تويكا. تحيه له. تحيه ليك يما اسمها مبارك. دونك تحيه ليك مدام مباركه ويعطيك الصحه على هالبنوته اللي جبتها لنا بحذانا. ايقونه بالله سامحني ايقونه حياه فهم افكتيفمون على ايقونتنا رنوش. نرجع نقول اللي ما غير ما نلوم رواحنا على الأغلاط اللي عملناهم نخزرولهم بعين الاعتبار كأنهم دروس لا أكثر لا أقل. ديرك شوف روحك شنو عملت وشنو ما عملتش, البلان تاعك ما يحبسش على خاطر ديفوت ولا عادي وإن شاء الله عامنا يكون يبدأ بخير إن شاء الله وكهو قرب رأس العام.
effectivement قرب راس العام واليوم نحكيو بتيت على راس العام خاطر نحن في طريق الاحتفال بنهاية السنة الإدارية ولكن تقعد ديما عندها نكهة مهما فقدنا ريحتها ومهما عملنا ارتكبنا أخطاء ولكن يقعد الاحتفال هو احتفال حتى واحد ما بينه وبين روحه حتى يقول كان عملت حتى شيء سنة وقعد في الدار لكن وقت اللي تسمع واحد اثنين ثلاثة سايه وفي العام القديم وجبنا جديد الكلنا نقول إن شاء الله عام خير علينا وإفكتيمون ذي شنو بش يصير على خاطر بش نبديوها بحاجة مزيانة على الاخر شنو خرجوا موزيكا محضر هنا سيد أحمد دونك قد بلوش